كان اليوم هو اعتراف بسيط من المجلس الجهوي بدور المرأة بالجهة ومجهوداتها ومساهمتها في العديد من المجالات. لا يسعني بهذه المناسبة إلا أن أهني نفسي وجميع نساء المملكة وأخص بالذكر المرأة بالجهة الداخلة. مرحب بكم جميعا، و طبعا سيكون هناك تكريم ولكني نختار فقط نقول لكم بأن هذا التكريم هو تكريمكم جميعا. العالم يوم 8 مارس من كل سنة اليوم العالمي للمرأة، وهي مناسبة ملائمة للحديث عن الاحترام والتقدير والاعتراف بكفاءة النساء وقدرتهن على العطاء، وهي فرصة سانحة لتقدير المجهودات التي تبذلها النساء من أجل استقرار الأسر وتربية النشء والمساهمة الفعالة في الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المحققة. فإننا نعلن افتخارنا بما حققته الدولة المغربية لفائدة المرأة، ونذمن عاليا المكاسب التي حققتها والمكرسة في الدستور وخطب صاحب الجلالة نصره الله وأيده، التي بوأت المرأة المكانة التي تستحقها وكرست مبادئ المساواة والمناصفة والإنصاف. إننا إذ نبارك للمرأة يومها العالمي نتوجه بتحية إكبار وتقدير خاص لنساء جهتنا العزيزة، كل في موقعها، ونحن واعون كل واحد أننا لن نوفيهن حقه. يأبى مجلسنا الجهوي إلا أن ينظم هذا الحفل المتواضع من أجل تكريم المرأة كرمز لذلك. سنعمل اليوم على تكريم 5 نساء يعتبرن من أقدم الموظفات النشطات بالجماعات الترابية. Ahora muy bien, como saben, hoy es el día de la mujer, el 8 de marzo 2017.